بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الحقيقه من المسائل الشائكه واللي الناس كتير سواء محاميين او متقاضين بيتشكل بالنسبه لهم صعوبه هو مفهوم الملكيه في العقارات. بنلاقي اللي يكتب عقد بيع نهائي خالص التمر، وهذا العقد في حقيقته لا يسمى عقد بيع نهائي. في الحقيقة طالما العقد مش مسجل بالشهر العقاري هو عقد بيع ابتدائي. فالملكية العقارية أو أي ملكية حق عين عقاري لا تنتقل إلا بإجراءين. أولا عقد بيع صحيح مستوفي أركانه وشرائطه العقدية وإشهاره بالشهر العقاري، سواء إشهاره بالشهر العقاري أو بالسجل العين. والحقيقة معظم أنواع العقارات سواء أراضي أو عقارات مبنية في مصر بتعاني من إهمال مالكيها في عدم التسجيل، ودي بيترتب عليه ضياع حقوق كثيرة من خلفهم العام أو من ورثتهم. فالقانون اشترط سواء قانون الشهر العقاري في المادة 15 من قانون 114 لسنة 1946 أو قانون السجل العيني رقم 132 لسنة 64، وبعض المواد في قانون المرافعات المدنية زي المادة 56 فقرة 3 والمادة 103 برضو فقرة 3 والمادة 126 مقرر بيشترطوا في أي دعوة تتعلق أو عريضة إدخال أو عريضة طلب عارض تتعلق بحق عيني عقاري أن يتم إشهارها أو تسجيلها في دفاتر سجلات السجل العيني. والحقيقة هذا النظام أحكام محكمة النقض استقرت على أن هذا يتعلق بالنظام العام، بمعنى المدعي أو من تقدم بطلب عارض أو بدعوة فرعية أو بإدخال يتعلق بحق عين عقاري، سواء كانت دعوة قسمة أو دعوة فرج وتجنيب أو دعوة صحة تعاقد أو دعوة فسخ أو دعوة انفساخ أو دعوة إبطال أو دعوة بطلان، جميع الدعاوى التي تتعلق بحق عين عقاري يشترط المشرع إشهار صحيفتها بالشهر العقاري، أو حتى لو محضر صلح يتم إلحاقه بمحضر الجلسة لإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، لابد أن يشهر بعد إلحاق ومحضر الجلسة. وبنلاقي آلاف من القضايا، آلاف من القضايا بترفع ويبذل فيها مجهود هائل ويتم إحالتها للخبرة، وفي نهاية المطاف نفوجئ من المحكمة حكم بعدم قبول الدعوة لعدم شهر الصحيفة أو عدم قيدة في دفاتر السجل العيني. وهذا الحكم صحيح لأن بيتعلق بالنظام العام، والمحكمة لا حق أن تتصدى لهذا الموضوع وأن تقضي به من تلقاء نفسها حتى لو لم يطلب من الخصوم. وأي حكم يتعلق بحق عين عقاري قضي فيه دون اتخاذ إجراءات شهر الصحيفة أو شهر صحيفة الإدخال أو صحيفة الطلب العارض التي تتعلق بحق عين عقاري تعتبر حكم خاطئ. وبالتالي إحنا بننصح لأي صاحب عقار مهما يكلفه ذلك أن يقوم باتخاذ إجراءات تسجيل هذا العقار، لأن بيسيب مشاكل كتيرة لخلفه العام. بنلاقي بمعظم قضايا الميراث أحد الورثة أو بعضهم بيستأثر بيضع يده على التركة، والطرف اللي ما تمكنش من ياخد حقه
بيرفع دعوه فرض وتجنيد، يرفع دعوه كحساب، اي دعوه من الدعاوى المتعلقه بالتركه، وياخد فيها شوط كبير ويفوجئ قد يفاء بعدم قبول. والتاني مستأثر بالحق. والسبب في كده ان اصلا المورث اهمل ان يسجل العقارات، لان برضه عشان تسجل صاحبه الدعوه هتلاقي مشكله، هتلاقي العقار اصلا مش مسجل باسم المورث، وده بيضطرك تدخل كل ملاك العقار السابقين لغايه ما توصل للمالك الاصلي اللي مسجل ملكيته بالشهر العقاري. فاحنا بننصح، وعندنا العديد والعديد من الاحكام اللي قضي فيها بعد ما انقطع فيها شوط كبير امام المحكمه والخبراء، قضي فيها بعدم قبول الدعوه وفي عدم اشاره صحيحه، وفي بعض القضايا خدت احكام في اول درجه، سواء احكام الفسخ او الانفساخ او الابطال او البطلان، وقضي بالغاء هذه الاحكام امام محكمه الاستئناف، وقالت محكمه الاستئناف بعدم قبول الدعوه لان هذا يتعلق بالنظام العام. بل بعض الاحكام قضي بالفسخ والانفتاح او البطلان، وهذا وتأيد الاستئنافيه وقالت محكمه النقض بنقض الحكم واعاده الدعوه مره اخرى، وتم الغاء الحكم والحكم بعدم قبول. فاحنا من المستحسن ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نتغاضى عن هذه المشكله باشهار الصحيفه، ويتم تقديم طلب اشهار الصحيفه باستخراج كشف تحديد امام مكتب الشهر العقاري اللي بدائرته العقار او الارض، علشان حتى لما تكتب الصحيفه يبقى تكتبها صح. يعني ايه صح؟ لان كشف التحديد بيجي فيه بيانات مساحيه، قد تكون البيانات المساحيه اللي انت حاططها في الصحيفه تختلف عن البيانات المساحيه الثابته في كشف التحديد، بتضطر تاني تصحح شكل الدعوه وتطور في الاجراءات علشان تضيف نفس البيانات المساحيه اللي في كشف التحديد. فانت قبل ما ترفع الدعوه قدم طلب استخراج كشف تحديد للبيانات المساحيه للعقارات اللي هي متنازع عليها، وبعد ما يجي كشف التحديد تكتب العريضه بتاعتك متضمنه كشف التحديد، وبعد ما ترفع القضيه، وبعد ما ترفع القضيه وتعلن بالصحيفه تستخرج صوره رسميه منها وتقدمها للشهر العقاري. الشهر العقاري بيقوم بمراجعتها سواء فنيا او قانونيا، وبيديك حاجه اسمها صالح للقيد سواء في السجل العيني او مقبول قابل للشهر ان كان في الشهر العقاري، وبتدفع ان كان دعوه صحه تعاقد بيدفعوك ان كان ربع رسمي التسجيل امانه قضائيه لحين الحكم في الدعوه، وبتسلمها في الشهر العقاري العام بتاع المحافظه سواء كان مكتب سجل العيني كانت المنطقه بتخضع للسجل العيني، او الشهر العقاري ان كانت المنطقه ما بتخضعش، وبتجيب صوره من العريضه بعد اشارها، او شهاده بيانات وشهاده الطبقه بالسجل العيني وتقدمها في الدعوه، وبكده بتضمن ان مجهودك ما ضاعش ودعواك مقبوله، ومهما طالت هتاخد حكم ويكلل مجهودك بالنجاح، وربنا يوفق الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله.